خليني قبل ما اكمل دكتور سعيد، طيب البلبله دي تتعالج ازاي؟ البلبله دي علشان الفزع اللي عند الشعب المصري كله، لان اي واحد من الشعب المصري حاليا في الهوجه اللي هو بيشوفها دلوقتي في جميع وسائل الاعلام والهدم اللي شغال باللوادر دي، لازم ولا بد يطلع رئيس وزراء مصر حاليا عشان يهدم الروعه الناس دي ويقول بيان واضح وصريح. هذا البيان لابد ان هو يفرق بين حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه، التعدي الحقيقي اللي تم على ارض الدوله على مدى 35 سنه حقيقه من مارس 84 حتى الان، لان هناك حيتان كبيره جدا واخدين بالمئة الف فدان. اما ما يتم داخل المحافظات حاليا في حته صغيره من نوع من انا مش هسميه تعدي، اللي هي كل اللي انعرض في الفقره الاولى ده بيسموه املاك دوله. املاك دولة دي لازم ولا بد لو انا عندي حصر حقيقي لابد ان يتم تقنين الوضع. اما الكلام السيد رئيس الجمهورية على الحيتان اللي موجودة، يعني انا في اربع شركات واخدين 500 الف فدان. 500 الف فدان، ده اللي كلام اللي قاله السيد الرئيس وقاله مع الصحفيين. ده محافظة قالوا قدوا محافظة كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ الرقعة الزراعية بتاعتها 580 ألف فدان. 560 ألف. 500 يعني أربع شركات بس واخدين قد محافظة كاملة. ما دفعوش للدولة حاجة. كلام السيد الرئيس واضح وصريح، واجتماع دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالمحافظين كان كلام واضح وصريح. إحنا اللغط ده كله اللي حصل ده بسبب الفساد والاستيلاء على أرض الدولة، ده وجهين لعملة واحدة. الشعب المصري في الحقيقة صار في ثورتين على هذه القضية اللي احنا بصددها اليوم. ولما أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري 75 لسنة 2016 بلجنة استرداد أراضي الدولة، بعد حوالي سنتين ثلاث شهور من توليه كانت الدولة تركزت الأركان بتاعتها وعايز يستعيد هذه الأموال، لأن حضرتك الحقيقة الأموال بتاعت الأراضي المستولى عليها هي حوالي 28 نوع من أنواع الأراضي، أراضي صحراوية بملايين الأفدنة. السيد الرئيس وهو بيتكلم مع الصحف القومية قال إيه؟ قال تقريبا ممكن لو مساحة الأرض المستولى عليها من الأراضي 175 ألف فدان. أنا بقول لسيادتك يا سيادة الرئيس قد الرقم ده 14 ل 16 مرة أرض صحراوية مستولى عليها. في أراضي صحراوية يا دولة يا سيادة الرئيس المتر فيها وصل 6000 جنيه. في جمعيتين يا سيادة الرئيس، جمعيتين اتنين، لو لجنة استرداد أراضي الدولة قدرت تعمل حصر حقيقي في ال 14 شهر دول ما كانش الشعب المصري يبقى عنده الفزع ده. لأن للأسف الشديد لجنة بكل قيادات الدولة موجودة فيها، كل الأجهزة موجودة فيها، لكن الحصيلة بعد 14 شهر ولا حاجة. ولذلك رئيس الجمهورية لما كلف القوات المسلحة والشرطة 15 يوم من رابع المستحيل، أنا بقولها من رابع المستحيل أن يتم إزالة التعديات على أرض الدولة. ولو تمت أؤيدك تماما، أؤيده تماما في هذا الكلام. ولو تمت أؤيد الدكتور سعيد، أنا بقول لحضرتك من رابع المستحيل. وإذا كان إذا كان المحافظين هيشتغلوا هم بيشتغلوا بقرارات الازاله اللي طالعه من 10 سنين، في قرارات ازاله اصلا قد اللي هم بيزلوها مش عاوز اقول لك ملايين ملايين قد اللي هم بيزلوها. اللي بيتم ازالته دي حاجات اصلا قشور صغيره. فرجاء يطلع دوله رئيس الوزراء يجتمع بالمحافظين، ما يتم دلوقتي لانك لو فتحت الحنفيه هتنزل تلاقي لودر عمال يكسر في الحنفيه. ده حرق، ده فزع عند انا عايز اطمن الفلاحين النهارده واطمن الغلابه، لان الغلابه دول هم القوت هم الشعب، هم الشعب الحقيقي اللي تم الاستيلاء على ارضهم. كل الناس خايفه من البلدوزر واللودر. هم اطمنهم ازاي بقى يا سعيد؟ اطمنهم ازاي؟ انا بقول لدوله رئيس الوزراء واكلم رئاسه الجمهوريه مباشره، هناك حيتان في الدوله. انا بقول 810 شركة مستوليين على 2.9 مليون فدان، ده اللي الشعب المصري نفسه يشوفه. أنا بقول لحضرتك يعني يبدأوا بدول بالحيتان. أقول لحضرتك على حاجة واحدة بس، يعني جمعيتين، جمعية أحمد عرابي والقادسية، جمعية جمعيتين اتنين بس عليهم مديونية 40 مليار و300 مليون. طب يبدأوا بيهم،
يبدا ليه؟ لان عتاولة البلد قاعدين في الجمعيتين دول، والمتر في الجماعه حضرتك دلوقتي لو عايز تروح تشتري 100 متر دلوقتي المتر امال هم بداوا في الاقصر بايه يا ابو الفتيان عندكم؟